أعلنت الأمم المتحدة عن محادثات ستعقد مع وفد روسي يرأسه نائب وزير الخارجية يوم الجمعة في جنيف للتباحث بشأن اتفاق تصدير الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود، في حين تتحدث روسيا عن مبادرات ستطلقها خلال اجتماع قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا. نتحول الآن إلى ملف الانتخابات النصفية الأمريكية. تقدم المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ بين الجمهوريين والديمقراطيين في ولاية نيفادا، إذ حصل المرشح الجمهوري آدم لاكسالت على 49% من أصوات الناخبين مقابل 47% لمنافسته الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو. وحتى الآن فرزت الولاية نحو 84% من أصوات الناخبين. للمزيد حول ذلك ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا جو تابت. جو، ضعنا في التاسعة في صورة ما يحدث، كيف انعكست وتنعكس كل هذه النتائج على تصريحات الإدارة الأمريكية في واشنطن؟ رغم تحقيقه مكاسب ملموسة في انتخاباته أو في الانتخابات النصفية للكونغرس، ولكن فشل الحزب الجمهوري في السيطرة الكاسحة على الكونغرس الأمريكي كما كانت تشير التوقعات حتى قبل التصويت. أرجع البعض إخفاق الحزب لسوء اختيار بعض المرشحين وإلى نجاح منافسه الديمقراطي في طرح قضايا تهم الناخبين. مستمرون معكم في التاسعة وفيها أيضا بعد قليل. أعلن البيت الأبيض عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ. قدم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف. في هذا الفيديو نتابع مقتطفات أخبارية تتضمن أهم المستجدات الأقليمية والدولية مع المذيعة السودانية الجميلة سابح مبارك مذيعة قناة سكاي نيوز عربية. أبرز تلك المستجدات الانتخابات النصفية الأمريكية واحتدام المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين في ولاية نيفادا. انعكاسات هذه النتائج الأولية على تصريحات الإدارة الأمريكية في واشنطن. رغم تحقيقه نتائج ملموسة، فشل الحزب الجمهوري في تحقيق انتصار كاسح في انتخابات الكونغرس، وأرجع محللين ذلك إلى نجاح منافسه الديمقراطي في طرح قضايا تهم الناخبين. الإعلان عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني خطة لتعزيز الأمن السيبراني الأوروبي. وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه إلى طهران، وصاروخ جديد تطلقه إيران وسط مخاوف غربية من إمكانية حمل قوس نووية على هذه الصواريخ البالستية. وزارة الطاقة اليونانية وشركة بدأت بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قرب جزيرة كريت، خطوة من شأنها أن تضفي مزيد من التوتر مع الجارة التركية. فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة غياب التوافق على مرشح واحد. للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الاشتراك في القناة. تحياتي. فدتنا منى أبو دياب. منى، حتى اللحظة لا حديث إلا عن معركة خرسون القادمة ووصف بأنها قد تكون حتى أم المعارك في الأزمة الأوكرانية. هل صدرت أي مواقف جديدة من الجانب الروسي؟ بيانات من وزارة الدفاع الروسية تتحدث حتى عن طبيعة ما يحدث من تحشيدات في محيط خرسون. تتابعونا في التاسعة بعد قليل أيضا. انطلق في العاصمة السعودية الرياض منتدى مسك الدولي وسط حضور واسع من الشباب والمؤثرين من عدد كبير من الدول بهدف نقل تجاربهم في جميع المجالات. الآن نبقى مع أخبار الرياضة والزميلة لبنى منصور. أخرى أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة الساحلية، وذلك على خلفية ما بات يعرف بقضية شركة أنستالينجو وبتهم تتعلق بارتكاب جرائم غسل أموال وتحريض على العنف وتهديد أمن الدولة. يحقق القضاء التونسي في هذه القضية مع نحو 27 متهما من بينهم الغنوشي. التقى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا في قصر باكنغهام بلندن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. تناول اللقاء المستجدات الإقليمية. أعلن وزير الداخلية الفرنسي استقبال ميناء طولون الفرنسي للسفينة أوشن فايكنج للمهاجرين العالقين في البحر المتوسط. اعتبر الوزير الفرنسي إبقاء إيطاليا السفينة لأكثر من أسبوعين في عرض البحر
ورفض رسوها في الموانئ الإيطالية أمرا غير مقبول. بدأت الحكومة البريطانية صرف إعانات نقدية لمحدودي الدخل من المواطنين لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشة التي ارتفعت بشكل كبير. كشف استطلاع أجرته شبكة سكاي نيوز أن كثيرا من البريطانيين أضحوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعارها. أعلنت السلطات الصحية في الجزائر إلغاء قيود الكورونا على جميع القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية. يأتي القرار بعد انخفاض كبير جدا في عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد. يواصل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 أعماله في مدينة شرم الشيخ المصرية. تحمل محادثات اليوم عنوان يوم العلم والشباب والأجيال القادمة. للمزيد من شرم الشيخ ينضم إلينا مراسلنا سمير عمر. سمير، فعاليات COP27 مستمرة في شرم الشيخ، دعنا في صورة أبرز ما تم نقاشه في جلسات هذا اليوم. والآن نذكر بأبرز أخبارنا. أوكرانيا تعلن سيطرة قواتها على مواقع في خيرسون بعد انسحاب الجيش الروسي. الأمم المتحدة تعلن عن محادثات ستعقد. مصير أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي معلق في الانتخابات النصفية. وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى طهران. زعيم حركة النهضة رشد الغنوشي يمثل مرة أخرى أمام القضاء التونسي. وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية في التاسعة، وتتابعونا على رأس الساعة برنامج غرفة الأخبار مع سامي. إلى اللقاء.